أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة ما تيسر من القرآن الكريم؟ نحن في قراءة القرآن رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا لتلاوة القرآن، ذلك بأن يكون الإنسان على طهارة إذا كان يقرأ من المصحف، إن كان يقرأ عن ظهر قلب يجوز أن يقرأ وهو عليه حدث أصغر، وإن كان عليه جنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا آية وعليه جنابة. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند البداية تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، في بداية السور تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة. وكذلك أن تقرأ القرآن بضبط وعدم لحن على وجهه الصحيح، وكذلك تتدبر القرآن وأنت تتلوه، تتدبره، تستحضر معانيه حسب استطاعتك. ولم يشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول صدق الله العظيم في ختام القراءة، هاتوا لي دليل واحد إن الرسول أمر بذلك أو إن الرسول فعل ذلك، فهذا لا أصل له، إنما اعتاده الناس فقط. نعم.